النهاردة في محلات الإيمان إدارة الحاج عبد المنعم في مول القدس في دور الشوازلية عندهم حاجات مش موجودة غير في مول القدس بس مفيش ما يعني القطعة دي مش هتلاقيها بره أساسا وبالأسعار ديت برضو عشان عيد الأم دي نزل عليها عرض خاص النهاردة عاملة 140 140 بصوا ده من بعيد موجود 10 ألوان ده بكام دي؟ 140 نزل على عرض النهارده عشان خاطر عيد الام. عيد الام يا جماعه مولعين الدنيا هنا في مول القدس. عندك حاجه زي كده دي قطن حرير نازل عليها عرض عامله 125. 125 بقول لك ايه في حاجه لفتت انتباهي من ساعه ما دخلت انا عايزه اشوف دي. من عينينا حاضر. وريني بقى دي كده والوانها ومقاساتها و دي فستان سوري موجود منها 20 لون. 20 لون؟ ان شاء الله. طب بص يا جماعه هي دي هي دي. دي حزام سوري موجود منها لوناتها دي عامله 180 عرض خاص النهارده يا حاجة ولو خدت قطعتين تاخدي الثالثه هديه شياكه مش هتحتاجي تلبسي على اي حاجه خالص عندك حاجه تانية زي كده دي عامله 125 125 بصوا وعندك حاجه تانية زي كده 125 ده عرض خاص بمناسبه المحل بيضحي النهارده 125 عندك حاجة زي كده نزل عليها عرض خاص النهاردة دي عباية اسكندر امسك كده حضرتك دي نزل عليها عرض النهاردة دي عاملة 150 بس 150 في منها 10 ألوان طب بصوا يا جماعة حلاوة وجمال والخامة والتطريز عند حضرتك في مقاسات فيها حاجة زي كده كل حاجة موجودة إن شاء الله عندي حضرتك حاجة تانية زي كده دي عاملة 135 135 وريني كده دي شياكة وعشان رمضان وعيد الأم عندك حاجة زي كده بمناسبة رمضان دي في منها ألوان الحاجات دي كل كلها كل حاجة موجود منها 12 لون عندك حاجة زي كده بمناسبة رمضان وعيد الأم دي عاملة 75 جنيه عاملة كام؟ دي عرض خاص 75 جنيه أكيد السعر سامعاه صح يعني؟ 75 جنيه عرض خاص 75 جنيه يا جماعة وعندك حاجة تانية زي كده نزل عليها عرض النهاردة بلاش 150 و 160 دي عاملة 125 جنيه 125 جنيه موجود منها جميع الالوان والمقاسات عندهم من كل حاجه 12 لون مش عارفه ازاي بقى انا بلاقي لونين بالعافيه اساسا في اي حته حاجه تانية زي كده دي عامله 150 عامله 150 دي حاجه بالنسبه لي فيها 12 لون برضه 12 لون هم جابوا منين ال 12 لون لا عندك بينك ومستردة وكشمير وعندك حاجات زي كده البيتي العظيم جامده ده بيبقى الفسكوز حاجات زي كده دي عامله 120 عرض خفيفه ومش بتحرر 120 عامله 120 120 وليها حزام ومظبطينها عندنا حاجات كات وحماله عشان ست الحبايب والبيت ست الحبايب يا حبيبه دي عامله 80 جنيه عرض خاص النهارده ست الحبايب يا حبيبه كل سنه وانت طيبين بصوا حلو قوي عند حضرتك عرض خاص تاني برضو زي كده دي عامله 110 110 بصوا وعند حضرتك حاجه زي كده دي عامله 145 ده كله تضحيات الحاج عبد المنعم كل ما هو جديد من محلات الإيمان. دي عامله كام قلت لك عشان الجيب بس بيغريني. دي عامله 145. 145. وعندك حاجه ثانيه زي كده دي عامله 80 جنيه. في منها 10 الوان. والكميه محدوده. 10 لون دي. ليه بقى؟ ما فين اللونين بقى؟ انا عارف ان اللونين. دي في منها 10 الوان والكميه محدوده. طبعا هي لازم تبقى الكميه محدوده ب 80 جنيه اكيد. عندك حاجه ثانيه زي كده دي خامه اسمها كتان. دي عامله 75 جنيه. عرض خاص بصوا 75 جنيه في منهم مقاسات في منها جميع المقاسات والالوان وعرض شكلها حلو قوي دي في منها 12 لون ان شاء الله باذن الله طبعا انا استغربت برضه وصلنا لدريس العروسه عندك حاجه تانية زي كده ده دريس بصي كده حضرتك اساسن اساس تعبان ده بكام 145 جنيه عرض 145 ان شاء الله دي عامله 145 مقاس عليا بس حلو وعندك حاجة تانية زي كده دي عاملة 145 كل حاجة عندكم هنا عرض خاص عندكم والله العظيم حاجات حلوة قوي في أشكال أكتر من كده كمان مش موجودة دي عاملة كام دي؟ 145 145 إن شاء الله حلو قوي عند حضرتك حتة زي كده
دي خامة اسمها سيوار الأحمر أسود مع أحمر المولعين الدنيا. عندك حاجة زي كده؟ لا لا بصوا دي بكام؟ دي عاملة 165. 165؟ والله العظيم شكلها حلو جدا. طبعا مش هننسى الجيب عشان بس ايه بنحب نخبي فيه حاجات كتير. ده وصلنا لشغل الرونزات. في عندك حاجة زي كده؟ دي عاملة 160. 160؟ إن شاء الله. بصوا الألوانات أساسا مناسبة. مش هيضايقك خالص. بصوا موجود كل الألوان وكل المقاسات. حلو قوي. عند حضرتك حاجة تانية زي كده؟ قولي كده الألوان دي كده. كل حاجة هنوصل لها، كل حاجة بإذن الله هنجيبها. وعندك حاجة تانية زي كده برضه، ده شغل جيب. دي في منها 12 لون. دي عاملة 150. 150؟ عرض خاص 150. كده سيب؟ 150 دي يا جماعة. ايوه وريني كده الالوان الحلوه دي. وصلنا لاحلى الونزات. اه وريني كده الاحلى بنسيبه في الاخر طبعا عشان دي عرض خاص نازله النهارده من محلات الايمان 125 فقط لا غير. 125 موجود من كل موديل خمس الوان الونزات لان ده عرايس فيها حزام والاستيك. وعندك حاجه تانية زي كده برضه نفس السعر 125. 125 كل حاجه موجود منها خمس ست الوان. وعندك حاجه تانية زي كده 125 موجود منها برضو الوان ومقاسات. بص الكم واسع ده بيبقى مقاسين وان سايز واحد واثنين. اوكي موجود منها برضو الوان تاني ومقاسات. وصلنا لحاجه تانيه زي كده خطير خطير خطير. دي نزل عليها عرض النهارده وعرض خاص 135. 135؟ 135. انا مش عارفه الاسعار دي انتوا جابوها منين. استنوا كده ما نبص بس نبص بصه والله العظيم. وعندك حاجه تانية زي كده ده شغل حزام شدادات زي كده. اه بتشديها من قدام. ده حزام من هنا تشدي كده ده معاك العبايه. دي عامله 125. 125 ان شاء الله. والله وصلنا بقى للمرحله العاليه الا وليكن دبل كالوش. عندك بقى حاجه زي كده ده اكبر دبل كالوش ممكن تلاقيه حضرتك في السوق. بصي اه ايه الوسع ده يا جماعه. حاجه زي كده دي عامله 150 عرض خاص بس 100 وكم؟ 150. 150 والكميه محدوده. عندك حاجه تانية زي كده هي لونها حلو قوي موجود منها الوان تانية ومقاسات. بصوا يا جماعه نازله قد ايه وسع قد ايه ده دبل كالوش حلو قوي موجود منها الوان 150 150 بس. شغل عيد الام شغل رمضان. عندك حاجه زي كده حضرتك شغل عالي والله العظيم. كل حاجه موجود منها الوان ومقاسات. دي عامله 135. 135 موجود منها جميع في منها الوان برضه 10 الوان. وعند حضرتك العرض الخاص الحته الفسكوس دي دي موجوده في اي مكان ب 160 وب 170 من محلات الايمان 135. لا نركز بقى الجبال موجود منها موجود منها اربع الوان. برضه بيهموني جدا. بصوا 135. 135 في منها الوان كل في منها اربع الوان. اربع الوان. عندك حاجه تانية زي كده ده عرض خاص دي بلاش 150 و160 و170 دي عامله 125. حسب كده بس اللي. نشوف دي 125 ان شاء الله. بصوا 125 يا جماعه. عندك حاجه تانية زي كده دي خامه اسمها روزالين. روزالين روزالين دي موجوده في اي مكان ب 175 وب 185 من محلات الايمان اداره الحاج عبد المنعم 135 فقط لا غير. بصوا بصوا الورد اللي تحت ده تحفه. وصلنا لمرحله الازالات. خلي بالك في حاجات كتيره برضو انت لسه ما شفتهاش. عندنا ازال زي كده ده ازال 3D. ازدال 3D طبعا الازدال بقى عشان رمضان والحاجات دي يا جماعه. ده موجود في اي مكان ب 150 وب 145 عندنا احنا بس من محلات الايمان ب 135. 135 واسع يلبس معاكي تحفه. حاجه ثانيه زي كده برضو نفس الشكل من محلات الايمان 135. بصوا الالوان ده وان سايز يلبس معاكي لحد ال 120 كيلو. ايوه واسع قوي بصراحه مش هيضايقك يعني بتصلي وانت مرتاحه. عندنا حاجة تانية برضو زي كده ده لونه في 60,000 لون بقى مش 12 لون بس بيعلوا كلها علينا. مجموعة ألوان بيعلوا علينا. عند حضرتك حاجة تانية زي كده حلو قوي. عند حضرتك حاجة لا لا الإزدالات يا جماعة خطيرة خطيرة أشيك من كده كمان بكتير برضو معروض.
خلي بالك احنا في بدايه الموسم لسه ما بدأناش. ده كله لسه ما بدأوش. جاي قوي. مشافوا ما بدأوا هيعملوا ايه؟ يعني ده احنا كده لسه ما بدأناش، لسه بنقول يا مسهل. في عندك برضه حاجه ثانيه زي كده. كده؟ لا ده كده من تحت. على العكس. اتفضل. بصوا. حلو قوي، واهم حاجه ان هو واسع وطويل. دي اهم حاجه بتبقى في الاسبال. عروستنا الجميله احلى حاجه زي كده. العروسه مش ناسيينها. دي عندك حاجه زي كده، دي خامه اسمها ستان جاكار. دي النهارده ستان ايه؟ ستان جاكار. دي كانت عامله 210 و220 النهارده مع محلات الايمان وعروضات الايمان عامله 150. 150؟ 150. دي منها 12 لون. 12 لون طبعا. ان شاء الله. وعندك حاجه زي كده، دي 150. عندك حاجه ثانيه زي كده، دي ستان جاكار. ستان جاكار. دي عروستنا الجميله، جميع المقاسات موجوده، ميديوم لارج اكس 2 3 اكس 12 لون. خلاص حفظنا ان انتوا عندكم الوان مش موجوده في. انا مش عارفه بصراحه. بص الازدال ده برده، ده حاجه لسه جايه جديد برده، حضرتك ما شفتهاش معايا. ده ازدال برده. ده ازدال بس الخامه حلوه واللون احلى. دي خلي بالك بس دي معالج ضد الانكماش، ما يكشش. لو كش سنتي هاتيه وخدي فلوسك. يا رب اجيبه يكش عشان اخد فلوس. حلو قوي. طبعا يا جماعه احنا لو فضلنا في المحل كده هناخد مش هنعرف نخلص. عندهم موديلات كتيره جدا جدا جدا. دي اخر قطعه هنشوفها. لو انتوا حابين تشوفوا الموديلات الكتير الاكتر اللي عندهم بالالوان، يا ريت تيجوا تشرفونا في المحل الايمان في دور الشواذيه مول القدس، اداره الحاج عبد المنعم. اداره الحاج عبد المنعم عندهم. مش هنقدر نوريكم الموديلات كلها، لازم تيجوا تشوفوا الموديلات وتشوفوا الالوان وتشوفوا المقاسات، لان عندهم حاجات رهيبه رهيبه رهيبه. عرض خاص للعرايس. عرض خاص وعشان عيد الام بقى ورمضان. العرايس وعيد الام وست الحبايب يا حبيبي انا يا امي. ايوه ماشي. العروسه يعني هتاخد ست قطع، هتاخد قطعتين هديه بسرعه. انت تلبسي وتيجي بسرعه، مفيش وقت، قطعتين هيتنسفوا. شكرا جدا ليك. العفو يا فندم لحضرتك. We'll be right back.